بعد عمليات رصد ومتابعة وتحري، تمكنت الجهات المختصة من ضبط سيارة من نوع جيب شيروكي محملة بعشرين كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر في ريف القصير. المواد المخدرة كانت مخبأة في إطار سيارة الاحتياطي، وعثر عليها عناصر الجهات الأمنية بعد تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، وعلى الفور تم إلقاء القبض على السائق وهو من جنسية لبنانية. السيارة ضبطت في منطقة ريف القصير بعد أن قام الإرهابيون بتهريبها عبر الحدود من لبنان إلى سوريا لإيصالها للمجموعات المسلحة. لا تنام العيون الساهرة على حماية الوطن، فرجال الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وعناصر القوات المسلحة جاهزون للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن سوريا وأهلها.